السلام عليكم. ان شاء الله النهارده معانا نيسان سنترا موديل 2020، هيتعمل لها باكج على بعضه، الكراسي الارضيه بدوسه الشنطه بالابواب القطعتين بتوع السنترا. طبعا هنمشي خطوه خطوه من ساعه ما بنستلم العربيه من العميل لحد ما بنسلمها له. هتشوف العربيه بتتعمل ايه اللي بيحصل فيها، الكراسي بتتفك، الكرسي نفسه بيتفك من بعضه حتت عشان يتفصل، عشان الفرش يركب. كده كده المقاسات موجوده بفضل الله، اغلبيه العربيات يعني 90% من العربيات كلها موجود مقاساتها، فاحنا بنكون مفصلين ومجهزين ومخيطين وكله تمام وجاهز على التركيب. بس حته جاهز على التركيب دي مش كسوه، لا مش يعني مش هيركب وخلاص، لا لازم يتخيط يدوي بطريقه معينه عشان الفرش الاصلي ما يتخرمش مكان الابره مكان المسله بتاعه الخيط، عشان فيما بعد لما تيجي تشيل الفرش اللي احنا عاملينه او اللي انت عامله عندنا تلاقي الجوده بتاعه الفرش الاصلي الاوريجينال بتاعك زي ما هو بنسبه يعني 75-80%، مفيش اثار للابره على قد ما نقدر، لا بنقطع فرش اصلي ولا بنخرم الفرش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فلازم عشان الفرش يتعمل صح لازم الكرسي نفسه يتفك من بعضه ويتفك حته، يعني الموضوع كده هتشوف في الفيديو معايا. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا الدواسه بنعملها كلها حته واحده الارضيه من غير قص ولا لزق، بنعملها كلها حته واحده تتجمع كلها على المكنه بتبقى حته واحده في الاخر، بحيث انك لو اي ميه اي حاجه علبه عصير من الاولاد اي حاجه وقعت ما تجيش على المكنه الاصليه فما تعملش ريحه ما تبقعش. على قد ما نقدر بنديك جوده شغل يعني الحمد لله بفضل الله حاجه محترمه. بالنسبه للاربع ابواب برضو بنفك الباب ونفك الجزء نفسه اللي هيتكسى ونرجع نلحمه تاني، يعني وبنعمله بطريقه بحيث ان انت لما مع الوقت برضو تيجي تشيل الفرش الاصلي، الفرش اللي انا عامله لك عفوا مش الفرش الاصلي، تيجي تشيل الفرش اللي انا عامله لك تلاقي الفرش الاصلي بتاعك سليم برضو بنسبه 90-85%، حاجه لا عليه لزق ولا مكان دبابيس ولا قطع ولا خربوش ولا اي حاجه خالص. يعني انا ببص فيما بعد انك يعني لما تيجي تفك الفرش، يعني مش انا الحديد بيصد كل حاجه ليها عمر افتراضي، يعني انا بتفق معاك على السعر وبرضه بتفق معاك الفرش ده بقول لك هيقعد معاك قد ايه، هيقعد معاك سنه، هيقعد معاك اتنين، هيقعد معاك خمسه، كلام فعلي احنا ما بنديش ضمان لان احنا كلمتنا ضمان. فانا فعليا مش هديك ورقه ضمان، ولو حصل اي حاجه هقول لك سوء استخدام. لا بالعكس، انت مش هتكون عامل فرش زي مثلا تقليد الماني ب 2000 جنيه، وعلى فكره تلاقي الماني هو صيني بيتقال عليه الماني بس مش الماني، ومش معنى انه صيني وحش، لا هو ما بيتخربش برضه، لو قعدت تخربش فيه بمفتاح بسكينه بمقص مش هيتخربش، بس كل الفرق ان انا بقول لك ان ده صيني ب 2000 جنيه، مش هقول لك عليه الماني عشان اوديك ضمان. I can feel it coming in the air tonight. Oh love. I've been waiting for this moment all my life. But I know the reason why you kept your silence up.
for me. Well, the hurt doesn't show, but the pain still grows. It's no stranger. It's no sweat.
easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my love, and it's no sweat. It's no sweat. No, I won't be here.